الشيطان الرجيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منزل نمبر دو. اس منزل میں پانچ سورتیں ہیں. نوے پارے کا دوسرا رکوع, سورة الاعراف کا بارہواں رکوع. سورة الاعراف مکیہ. اس سورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. منزل نمبر 3. اس منزل میں 7 سورتیں ہیں. 14 پارے کا 13 رکوع. سورة النحل کا 7 رکوع. سورة النحل مکیہ. اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله
الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون حسبك صدق الله العظيم.